من ضمن ضمائر المفعول الضمير ت و فو. ت فو. طيب ت عايدة على الضمير أنت اللي هي تو، وفو عايدة على الضمير أنتم للجمع اللي هي فو. تمام. لما أجي مثلا أقول نحن نتصل بك، إحنا بنتصل بيك، هقول نو تابلون. نو تابلون، وضعت الضمير اللي هو ضمير المفعول اللي هو ت قبل الفعل. طيب ينفع احطه بعد الفعل؟ لا، ما ينفعش نحطه بعد الفعل. فنقول نو تابلون. طب ايه اللي حصل هنا؟ شلنا ليه حرف الاو؟ شلنا حرف الاو لان الفعل اللي جه ده مسبوق بحرف متحرك، عشان كده شلت الاو وعوضت عنها بابوستروف، فقلنا نو تابلون. نو تابلون. طيب يعني معنى الجمله كده نحن نتصل بك، وما ينفعش زي ما قلنا ان احنا نضع الضمير ده بعد الفعل، ما نقولش نو ابلون ت غلط، انما نجيب ده قبل الفعل، فنقول نو تابلون. طيب طب ينفع اجيب الضمير العادي اللي هو تي اللي هو تي يو؟ لا طبعا، ما اقولش نو ابلون تي وما اقولش نو تي ابلون، انما عوض عنها بضمير مفعول عايد على الضمير تي. طيب اجي اقول مثلا نحن نتصل بكم انتم، يعني طيب هنحط الضمير زي ما حصل في المثال الاول، هنحطه قبل الفعل. نو vous appelons. نو vous appelons. طب هنا الزد هنا زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ان حرف الاس لو ما بين حرفين متحركين في الحاله دي بحوله الى زد. طيب نو vous appelons. نو vous appelons. تمام، يبقى الضمير وضعناه قبل الفعل. المثال الثاني je te téléphone. je te téléphone. je تليفون، يعني انا اتصل بك هاتفيا، وزي ما قلنا ان الضمير ده ما ينفعش اجيبه ورا الفعل انما اجيبه قبل الفعل، وما ينفعش استعيد عنه بالفعل الاساسي اللي هو الضمير تي اللي هو تي اي، انما ده ضمير مفعول يحل محل الضمير تي. طيب جو تو تليفون، جو فو تليفون. نو تو روغاردون. نو تو روغاردون، نحن ننظر اليك. Nous vous regardons. Nous te regardons. Nous vous regardons. Nous vous regardons. Re, من قول شيري، نا من قول re, regardons. Je t'invite. زي المثال الأول، إن حصل إن الفعل بدأ بحرف متحرك، عشان كده عوضت عن الأ دي بأبوستروف، فقلت Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. طيب، ناخد بالنا. Je vous invite. Je vous invite. يبقى في الجملة دي نحن ننظر إليك، نحن ننظر إليكم، أنا أدعوك، أنا أدعوكم. طيب Je t'invite. Je vous invite. طيب ننقل بعد كده على parce que. parce que، لأن، parce que. parce que. طيب في النطق السريع ساعات نلاحظها إنها بتنطق parce que. فشل هنا حرف الإيه؟ الآ. Parce que, parce que, parce que, parce que. Je te téléphone parce que notre directeur arrive mardi. Je te téléphone. زي ما خدنا قبل كده. أنا أتصل بك. ما ينفعش أجيب ده بعد الفعل. Je te téléphone. أنا أتصل بك. Parce que. لأن. Notre directeur. لأن المدير بتاعنا arrive mardi. سوف يصل يوم الثلاثاء. ناخد بالنا من parce que. Il arrive mardi parce qu'il y a une réunion. Il arrive mardi parce qu'il y a une réunion. طيب هو سيصل يوم الثلاثاء لأنه يوجد اجتماع. هو يصل يوم الثلاثاء. Il arrive mardi parce qu'il y a لأنه يوجد اجتماع. Il y a une réunion. يوجد اجتماع. إليا دي ننطق كده إليا، ما ينفعش أقول إل إي آ، لا هي جملة على بعضها معناها يوجد. إليا إليا أون ريونيون، يوجد اجتماع. parce qu'il y a un problème sur les ventes. إليا أون ريونيون parce qu'il y a un problème sur les ventes. يوجد اجتماع لأنه في هناك مشكلة على مسألة المبيعات، أو في مشكلة بخصوص المبيعات. طيب في اجتماع ليه؟ عشان في مشكلة بخصوص المبيعات. طيب استنتج من هذه الامثله ان parce que تستخدم للتعبير عن السبب. طيب ناخد بالنا من حاجه تانية.
لاحظنا ان بعد باغسكو لازم يجي وراها اسم. باغسكو مش ممكن يجي وراها فعل ابدا، لازم يجي وراها اسم، والاسم ده مسبوق بالاداء. طيب زي ما احنا ملاحظين في المثال الاول، je te téléphone parce que notre directeur arrive mardi. Je te téléphone parce que notre directeur arrive mardi. هنا notre directeur اسم. Parce qu'il y a une réunion اسم. Parce qu'il y a un problème sur les ventes. لأنه يوجد مشكلة على المبيعات اسم أيضا. طيب نستنتج إن parce que بمعنى لأن، تمام، ولازم يجي وراها اسم مسبوق بالأداء. حرف الجر أ. حرف الجر أ كنا قلنا قبل كده إن حرف الجر أ بيسبق المدن. طيب احنا هنا هناخد حرف الجر أ بيأتي وراء الأفعال. طيب زي ما كان بيسبق المدن، في الحالة دي أو في المربع ده هنلاحظ إنه بيجي وراء الفعل. طيب هل كل الأفعال؟ لا مش كل الأفعال، في بعض الأفعال في اللغة الفرنسية بيأتي وراءها حرف الجر أ، يعني مش كل الأفعال. لازم نركز في الحتة دي إن في أفعال معينة هي اللي بيجي وراءها حرف الجر أ. طيب مثال جو بارل، جو بارل أنا أتحدث. طيب لما أجي أقول أنا أتحدث إلى، يبقى جو بارل وأجيب أ، جو بارل أ. مثال جو بارل أ بول، جو بارل أ بول، جو بارل أ بول، تمام. Je téléphone à Paul. Je téléphone à Paul. Je parle à Paul. Je téléphone à Paul. طيب لو يجي مثلا، طبعا ده اسم، الاسم طبعا زي ما احنا عارفين ما بيسبقش بالأداة. طب ايه اللي بيسبق بالأداة؟ الاسم. الاسم يسبق بالأداة ان كان مذكر بيسبق بالأداة لو، وان كان مؤنث بيسبق بالأداة لا. طيب لو جه حرف الجر آ ده وراء اسم مذكر زي كلمة ديريكتور، بندمج حرف الجر آ ده مع لو وبيديني الأ أي اللي هو نطقها أو تاني. لو الاسم عادي اسم شخص طبعا لا يسبق بالأداة، في الحالة دي بحط حرف الجر عادي فبقول جو بارل أبول أو جو تليفون أبول أو أجاك أو أي اسم. طيب لما يجي مثلا ده اسم مثلا زي كلمة مدير، لازم يسبق بأداة التعريف لو لأنها مذكرة. طيب لو جه جو بارل وجه وراه حرف الجر آ وحطيت لو، لا ما ينفعش آلو مع بعض، أنا هدمج الآلو دي مع بعض وهيديني الأو. طيب جو بارل أو ديريكتور. طيب الآلو اللي هي آلو ديريكتور دمجتها في بعض وحصلنا على المقطع أو، جو بارل أو ديريكتور. طيب ده بالنسبة للاسم المذكر. طب الاسم المؤنث لا يظل كما هو. Je parle à la secrétaire. Je parle أنا أتحدث إلى السكرتيرة. لا يبقى هنا الأداة مفيش إدماج مع بعض، ما ندمجهاش مع بعض زي ما عملنا مع الـ le، فنقول à la secrétaire. À la secrétaire. Je parle à l'hôtesse. طيب الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك سواء كان مذكرة أو مؤنثة برضو تظل كما هي. Je parle à l'hôtesse. أنا أتحدث إلى المضيفة. Je téléphone à l'hôtesse. أنا أتصل بالمضيفة. طيب في الجامعة ناخد بالنا من الجامعة. لما أقول je parle ما أقولش je parle à les délégués، ده طبعا جامعة، والجامعة عرفنا قبل كده إنه بنجمعه بأداة التعريف ليه. طيب ينفع أقول je parle à les؟ غلط، إنما أدمج دي في دي وأحصل على المقطع أو الأ أي وأزود عليها إكس. يبقى عندي الاختلافين دول في حاجتين بس. لو الاسم ده مذكر في الحالة دي بياخد أداة التعريف لو، ما أقولش je parle à le غلط، إنما أقول je parle au، بغير الـ à le إلى au. طيب المؤنث زي ما هي، المبدوء بحرف متحرك زي ما هي، الجمع بدمج الـ à le، ما أقولش je parle à le غلط، إنما أقول je parle au، أحول الـ à le إلى au. وتخلي بالكم من حاجة برضو، ان الـ AU والـ AUX نفس النطق، ما اقولش OX غلط، اقول دي O، انما اقول دي O ودي O. طيب je parle au délégué، ما اقولش je parle à les délégués. طيب يبقى الاختلاف بس في الاسم المذكر والجمع بنوعي. طيب القاعدة، لو اتى وراء حرف الجر A كلمة مذكرة زي ما قلنا قبل كده اي مبدوءة بأداة التعريف لو، ندمج حرف الجر في الأداة ليصبح O. يبقى الآلو زي ما قلنا قبل كده هندمجها مع بعض هناخد او. لذلك لا يصح ان نقول، ما ينفعش ان انا اقول je parle à le professeur. Je parle à le professeur. لا ده غلط،
هعمل ايه؟ هدمج دي في دي وهحصل على المقطع او. ما اقولش je parle à le professeur، انما اقول je parle au professeur. je parle au professeur. وكذلك لو اتى وراء حرف الجر كلمه جمع مذكر او مؤنث اي مسبوق بالاداه ليه، فاننا ندمجهما ليصير او ليصبح او. معنى الكلام ده ان لو جه جمع مذكر او مؤنث واتسبق بحرف الجر ا في الحاله دي بحول الأ لي الى او. كده ما ينفعش ان انا اقول je téléphone à les employés. je téléphone à les employés. انما اقول je téléphone aux employés. je téléphone aux employés. طبعا هنا ايضا عمليه ربط او عمليه دمج ليزون ما بين الكلمتين.